الحمد لله الرحمن الرحيم الملك الإله البر الجواد الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد من خاطبته في الذكر الحكيم المبين بقولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وصل معه على آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الحق جل جلاله أبرز الوجود برحمته وجعل مظاهر رحمته ومنته في البرايا إرسال الأنبياء والمرسلين وذلك أنه أعلى ما يصلهم بالحق جل جلاله في منهج الإيمان والعمل الصالح وهو منهج الخلافة عن الله تبارك وتعالى على ظهر هذه الأرض فوالى بعث الأنبياء والمرسلين حتى ختمهم بسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكانت رسالته إلى جميع الخلق وكان رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين أجمعين وكانت مظاهر هذه الرحمة بينة في منة الله تبارك وتعالى على المؤمنين بالإيمان به وتصديقه فيما قال جل جلاله في وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وكان مظهر المنة بعد ذلك والرحمة لجميع الأمة وللعوالم كلها في شؤون منها ما تعلق بأن لا يعجل الله تعالى لأمته ولو كفارهم بعذاب مستأصل يستأصلهم ولكنه جل جلاله يعطيهم الفرصة للتذكر وللرجعة ولا يبادرهم بالعقوبة ولا يعمهم بعذاب من عنده ثم إنه سبحانه وتعالى جعل في مظهر هذه الرحمة تمييز هذه الأمة وتكريمها وجعل فيها الخلق العظيم الذي خلق به نبيه ودعا إليه وقال في بعثته إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكان من أعلى مظاهر هذه الرحمة أن ما يحتاجه الخلق كلهم وخصوصا المكلفين منهم من الإنس والجن في شرق الأرض وغربها على مدى القرون وفي مختلف الأزمنة والأحوال التي تطرأ عليهم كل ما يحتاجونه في ذلك مبين في منهجه وواضح في سيرته وهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكلما ينازلهم من شدائد وأزمات تتعلق بجانب الخلق أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو غير ذلك من الشؤون يجدون فيما بعث به وفيما دل عليه حلا لذلك وما إذا اتبعوه اندفعت عنهم تلك الكربات والآفات فمظهر أنه رحمة الله للعالمين مظهر واسع له شؤون عظيمة في معاني بلاغ هذه الرسالة وفيما كلف به أتباعه من وجه التعاملات حتى مع
من يعاند ويصد عن سواء السبيل فصلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة الناطق بالحق والصواب خاتم الأنبياء والمرسلين المنزل عليه الكتاب سيد الأحباب وعلى من سار في دربه والحمد لله رب العالمين.